ده بقى رمزي، عازف تروبون في الأوركسترا السيمفوني، جوز بهيجة اللي بعد فرع على طول، مع بهيجة أخرى بتعزف تشيلو هي كمان. أميجو! ده بقى بيبو، بيبو جوز بنت سعاد الوسطانية، ده بقى خريج تجارة إنجليش، كان مع سعاد في الكلية، شغالين في شركة اتصالات، بس ما بيروحوش الشغل خالص، مركزين في الكورة. بيبو بقى عارفه، عارفه كويس في الالترس. ما شاء الله داخلية عارفه كل حاجه. طب وانا بتعب نفسي ليه؟ ما انت تلاقي كل اللي موجودين دول ملفاتهم عندك. يلا يا وجيده لازم نمشي دلوقتي. لا لا لا، يلا فين؟ معقوله؟ دي عيشه لازم تيجي تسلم عليكم، دي فرحت جدا لما عرفت ان سيادتك والهانم جايين. ندور عيشه بسرعه، يلا ندور عيشه. يا عيشه عيشة! ابعد يا ابني ابعد! ده ايه الجنان والتخلف ده؟ احنا ايه اللي جابنا هنا؟ يا ساتر! انا قلت لك ما تمشيش ورا الولد ده يا فاروق، ده ولد بايظ ومنفلت، هيجيبنا فين يعني غير في المسخرة والمستل اللي احنا قاعدين فيه ده؟ اهلا اهلا معالي الوزير. اهلا اهلا وسهلا. والله احنا اتشرفنا يا وجيدة هانم. انا اسفة قوي قوي اتأخرت عليك، واصل كنت بأكل النسانيس. الله فاروق، هو انت؟ روقة، ازيك يا روقة؟ أنا ما جاش في دماغي خالص إن هو أنت، أنا قلت أكيد تشابه في الأسماء. إزيك يا روقة؟ أنت بقيت وزير؟ إيه ده؟ أنت مش فاكرني ولا إيه؟ أنا عايشة. بقى أبوس إيدك، أبوس إيدك، كل عيشة إن أبويا ملوش في هزاره الكلام ده. اللي بتقول له يا روقة ومش فاكرني؟ أنا هتقرطص ولا إيه؟ أفكرك يا سيدي، عمارة المنيل، ده إحنا كنا لازقين في بعض. لازقين في بعض؟ جالسين في بعض ازاي؟ الباب في الباب والبلكونه في البلكونه، وكان فاروق بقى يقعد سهران طول الليل في عز الشتاء ويشغلي عبد الحليم، صافيني مره وجافيني مره، فاكر يا روقه؟ وكان بيلبس على دماغه شراب الفيليه عشان يسيح شعره. ايه ده؟ انت كنت بتسيحلها شعرك يا روقه؟ فاكر يا روقه؟ هي انا مش فاكر اي حاجه زي دي. مش فاكر ازاي؟ وطنط نفيسه زيها؟ طنط نفيسه مين؟ امه. طمك اسمها نفيسه؟ والله يا بهجة، مفيش ست في حنيتها وفي طيبة قلبها. هي عاملة ايه دلوقتي يا روقة؟ الوالدة الله يرحمها ويحسن إليها. يا حبيبتي، اهي طنط نفيسة بقى كانت هتموت وتجوزني فاروق. اهي ماتت. شوف الدنيا صغيرة قد ايه، اللي ربنا كاتبه هو اللي يكون. انا وفاروق ما اتجوزناش بعض علشان سيف وفوسي هما اللي يتجوزوا. مساء الخير. تسمحوا لي الاول ان انا اقول الف 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 مبروك لمامي وبابي على عيد جوازهم، عقبال الانيفرساري المية ان شاء الله. طبعا زي كل سنه بهجت معودنا ان هو يعمل لنا حفله تحفه، ونحب ان احنا السنه دي نقول له ميرسي قوي 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 يا بابي على الحفله الفظيعه اللي انت عملتها لنا. والاغنيه الجايه مخصوص من بهجت لعيشة.
ايه يا استاذ حسن واقف لوحدك هنا ليه؟ احنا مش عايزين كسوف بقى وكلام من ده، احنا عايزين هنا نهيص ونفرفش ونبسط. والله يا مدام زهرة انا من ساعه ما لبست لبس سلاحف النينجا دي وانا مش طايق نفسي. طب اكلت حاجه؟ طيب لا لسه. طب شربت؟ لا لسه. طب رقصت؟ لا كله قول للرقص. امال ايه اللي جايبك الحفله دي يا عم؟ احنا عايزين نهيص. اصلاني يعني كمدرس اول يعني. مدرس اول مين؟ اذا كان وزير الداخليه بنفسه واقف هناك اهو. يلا يا عم نروح نبسط شويه. طنط نفيسة بقى الله يرحمها كانت رهيبة في قراية الفنجان. قالت لي هتتجوزي واحد هيلف بيك العالم، واتجوزت بهجت. My sweetie pie, you're my gums drops, snickums pickums, you're the apple of my eye. ده ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده؟ على فكرة كوسة انا نسي تدلعيني كده زي ما بتدلعي الاستاذ ونقعد انا وانت نتدلع مع بعض. وعلى فكرة انا طالما ابويا قاعد وبلط في الخط كده يبقى عجبه الجو، ابويا وانا عارف. اوعد جواز باباك مامتك امتى؟ لا احنا مش بنحتفل بالحاجات دي يا كوسي، انا ابويا وامي كبرهم عيد الشرطه. وده بيحتفلوا بيه فين ده؟ في ضريح الجندي المجهول. اه والله عيله غريبه قوي. بقول لك ايه؟ تيجي نرقص. بجد؟ عايزه ترقصي؟ اه. وده هيجي معانا؟ اكيد اكيد. يلا. احنا حوالينا ده عبيط قوي. لا اله الا الله.